السلام عليكم متتبعين ومتتبعات قناة كريمة كاتيا للمواضيع المختلفة. اليوم الفرحة ديالنا كبيرة ولا توصف. المنتخب الوطني المغربي قدر أنه يتأهل بأربعة أهداف لمونديال قطر 2022. حاولت أنني نقل لكم الفرحة ديال الناس ديال مراكش، بالضبط منطقة جليز. صراحة فرحونا وخلونا نعيشوا أجواء احتفالية رائعة اللي شحال هادي ما عشناهاش، وكنا كنتمناو أننا نعيشوها. كنا واحد الوقيتة فقدنا الثقة في المنتخب وفي الإطار وفي المدرب، ولكن الحمد لله على كل حال. فمبروك للمنتخب الوطني ومبروك للشعب المغربي كافة وعاش الملك. ونخليكم تشوفوا الفيديو من الأول حتى الأخير.
بغيت نمرر واحد الرسالة بسيطة جدا، يعني الفرحة ديالنا ما تنسيناش الحيطة والحذر في الطرقات، لأن كيوقعوا آفات وكيوقعوا حوادث سير اللي احنا فغينا عنهم. فالفرحة ديالنا نفرحوا ونشطوا، ولكن ضروري من اتخاذ الحيطة والحذر. السلام عليكم.